كما تنظم القمة الاجتماع العربي الأول للقيادات الشابة، وهي منصة تجمع الشباب العربي لاستكشاف آفاق المستقبل. هذا وسيتم البحث في سبل النهوض بالعمل الحكومي العربي ونقله إلى آفاق مستقبلية من خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية. كذلك سيكون لمنتدى الأمن السبراني في قطاع الطيران مساحة في القمة، مع طرح مواضيع استشراف مستقبل الطيران الآمن والمعزز رقمياً. أيضاً ستجمع القمة بالشراكة مع المنظمات العالمية منتديات تضم لائحة من نوابغ العالم لبحث القطاعات الحيوية ووضع الأفكار والرؤى لمستقبل جديد، أبرزها التجمع السنوي لأهم 100 شخصية ضمن قائمة مجلة تايم ومنتدى فوربس لقائمة 30 أندر 30. المواضيع الأساسية للقمة تطول وتشكل محوراً حيوياً للحكومات والمجتمعات العالمية، لعل أهمها منتدى التغير المناخي الذي ركز على استضافة دولة الإمارات للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إلى جانب تسليط الضوء على قائمة منتديات منها الخاصة بالطاقة والصحة وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى منتدى الخدمات الحكومية والمرأة في الحكومة والتوازن بين الجنسين. منتديات تطرح قضايا رئيسية في القمة العالمية للحكومات لتكلل بذلك مسيرة 10 سنوات من تبادل الخبرات والمعارف والأفكار لبناء منظومة حكومية استثنائية قادرة على ابتكار الحلول ومواجهة التحديات المستقبلية، مرسخة بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه لا يوجد مستحيل في قائمة دولة الإمارات. أبا أعرف الناس بعض الأحيان يقول لك هب إلا مستحيل، من رابع المستحيلات. الحين عرفنا مستحيل ولا أنا من نفي، فكيف من رابع المستحيلات؟